الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنشكر الإخوان ديالنا المناضلين في اتحاد وطني الشغل المغرب قيادة وقواعد وطنيا وجهويا لتلبيتهم هذه الدعوة هذه والوقوف بجانب الإخوان ديالهم في البحث الزراعي في هذه الوقفة الاحتياجية من أجل المؤازرة والدعم. ولكن الحقيقة لا يفوتني أن أشكر حتى هذا رئيس المركز على نقدنا له أنه كان سبب باش يجمعنا. كما كنقول دائما بأن الغباء نعمة من نعم الله، والفساد حتى هو راه نعمة من نعم ديال الله، والاستبداد كذلك، لأنه كيجمع هاد الصالحين باش يتجمعوا هنايا ويوقفوا يندوا به. هذا المسؤول صراحة أنا في الحقيقة أحسن باش نموبيليزيو كاع الإخوان. بحال داك المثل تيقول لك الفرنساوية أو با تيي موش أفيك أن بازوكا. وبحقيقة كان عنده واحد الضرة ديال العقل. شوف المعارك اللي كتقوم بها الجامعة المغربية للفلاحة ضد أخ نوح، كان من يتعظ من هذاك الشيء ويتجاوز أنه يدخل في صراع مع الاتحاد الوطني للشغل المغربي. تعرف الاتحاد الوطني للشغل المغربي نقابة أكبر من رئيس ديال المركز، وأكبر أن تدخل معاه في صراع وفي نضال. نصيحتي له من باب الأخوة في الإسلام، حيت حنا جينا عنده وهضرنا معاه ووعدنا بأنه غادي يحل جميع المشاكل عن طريق الحوار. نصيحتي له من باب النصح أنه يفك المشاكل ديالو في هذا المركز هذا، ويهتم بالبحث العلمي باش يرتقي بالعلم البحث العلمي بهذه البلاد، باش يكون فلاحة ديالنا أكثر تنافسية، ونضمنوا القوت للمواطنين ولهذا الجيل والأجيال المقبلة، ونقصوا علينا من الاستيراد والضياع ديال العملة الصعبة ديال البلاد. نصيحتي لا يهتم بالبحث العلمي كاهتمامه بهذه البنايات. أنا جيت دابا هنايا تبدل عليا هادشي تسوق مزيان، والاستثمار دار في الحجر وفي البيطون وفي الصباغة وفي الحيوط وفي هادشي ديال الزين، برافو عليه. ولكن أنا كنقول وفي الكاميرات كذلك كنشوف حتى راه حنا محظين، ما يتسالش كون حاضيتي البحث العلمي بحال اللي حاضي عباد الله بهاد الكاميرات. زعما كاين من باب النصح بانك تهتم بالبحث العلمي كما اهتميتي بهاد الاستثمار في الحجر. هذا عيب هذا عار والبحث في خطر، هذا عيب هذا عار والبحث في خطر، هذا عيب هذا عار والبحث في خطر، هذا عيب هذا عار والبحث في خطر. يعني في اطار ديال باب ديال النصح حتى لا نتجاوز هاد المرحله، لان ما بعدها سيكون يعني غادي نوصلوا للنور وسوء مع هذا المسؤول هذا الجهوي. سيعرف هذا المسؤول بان هو وعلى مستوى البحث العلمي والبحث الزراعي ولا المؤسسات العموميه ولا الاداره العموميه في القطاع ككل، بان النقطه الضعف ديالهم هي الفساد. وحنا لابقى هكا كيتعامل بهذا الاستبداء والظلم مع الاخوان ديالنا، راه حنا غادي نعريوه. سيعرف بان غادي نعريوه، غادي نعريو الفساد اللي عنده في المؤسسه، غادي نفضحوه على الصعيد الوطني. لا ثم لا للفساد والغطرسه، 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 لا ثم لا للفساد والغطرسه. اريد كثيرون اللي كيجهلوه هو ان الاتحاد الوطني للشغل المغرب ولا هو المرصد والعين ديال الفساد في القطاع الفلاحي. فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الثقه اللي ولاو كيدعوها الشغيله فينا، ان المقر ديالنا المركزي ولا هو البريد ديال الفساد ديال القطاع. كتوصلوا برسائل يعني بشكل مستمر اللي كتفضح الفساد، وهذه الرسائل كتكون غالبا مجهوله الاسم، ولكن بقدر ما انها تصل للوزاره تصل الى الاتحاد الوطني للشغل المغربي. الوزير ما كيتعاملش مع هذه الرسائل، حنا كنتفاعلوا معها. خصو يعرفوا هاد المسؤولين كاملين في القطاع ككل لان هادشي غادي نرسلوه للمؤسسات الدستوريه والمؤسسات اللي الاختصاص ديالها الرقابه، وغادي نرسلوا المجلس على الحسابات، وغادي نفضحوهم واحدا واحدا، وعليهم الا يجاو هاد المال العام وما غاديش نسكتوا عليه. وهذا رئيس ديال المركز، راه كنعاود نرجع نقول له راك انت اصغر من ان تدخل في معركه مع الجامعه المغربيه للفلاحه. نصيحتي تريح مع الاخوان وتجاوب معاهم وتفك معاهم المطالب. هاد الاخوان ما بغاو الا يشتغلوا ويرفعوا بالقاطره ديال التنميه ديال هاد البلاد، ويساهموا بالعلم اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى. هادو بغاو يديروا البحث العلمي. وانا ملي كنجي لهنايا انا خدامت في افوران
في الديبي ديال التسعينات هنايا في هذه المنطقه هذه، وكنت كنعرف البحث العلمي كيفاش كان هنا وكيفاش كان حتى الارضيه ديال الاشتغال. ومن المؤشرات ديال التراجع ديال البحث العلمي ماشي غير النتائج على مستوى النتائج، حتى على مستوى الضيعه براسها. فين مشات الضيعه؟ انا كنشوف دابا النص ديال الضيعه قطع. هذا مؤشر خطير. علاش ملي كانت فرنسا الفرنساويين كانوا دايرين ضيعه كبيره هنايا ودايرين البحث العلمي وكانوا كيديروا البحث العلمي ذات على مستوى ديال الجهه وكانوا كينتجوا حتى المغرب ولا البحث العلمي مفخره على الصعيد الاقليمي وعلى الاقل المستوى العربي ومستوى ديال القاره الافريقيه، ولا كينتج بدور صناعه مغربيه حتى وصلنا ولات كتعطي واحد الانتاجيه يعني غير مسبوقه. فهاد العشريه الاخيره تراجع مستمر للبحث العلمي، والناس حطت عينيها على العقار ديال البحث العلمي وشدت الضيعات كتستغلها لاغراض شخصيه وتضرب البحث العلمي. وهذا رئيس ديال المنصه هذا نموذج من هاد التعيينات اللي دارتها الوزاره في هاد العقد الاخير ديال الناس بنيويوي يؤتمرون من الفوق ولا هم لهم بالبحث العلمي ولا هم لهم بالقطاع الفلاحي، لكن شي ما يستفدوا منه داخل في الاطار ديال هاد الاعفاء الضريبي، واستحوذوا على العقار وعلى المال العام، جهزوا الضيعات ديالهم وكينهبوا في هاد البلاد والشعب كيشوف فيهم. لن نسكت على هذا الفساد. اللي كيعرف ماشي انا نوجه رساله ماشي لهذا رئيس المركز، كنوجه الاخ النوش. لن نسكت على الفساد، لن نسكت على الفساد، لن نسكت على الفساد باذن الله. وحنا منصورون لان وليون الله. وانتم شكون هو الولي ديالكم؟ الله سبحانه وتعالى وجه على الفساد. حنا وليون الله، حنا غادي نبقاو نحاربوا الفساد ما حيينا وما استطعنا حتى يرفع الله سبحانه وتعالى الظلم على هذا البلاد. لن نسكت عليكم، سنفضحكم باذن الله. ونصيحتي ورجع نقول لهذا رئيس المركز، اتحاد الوطني للشؤون المغرب، جامع المغرب فيها اكبر من ان تدخل معك في معركه. هذا اخر انذار باش تراجع الموقف ديالك، تريح مع الاخوان، دير معهم واحد ورقه ديال الطريق، تفتح معهم حوار جاد، تحل المشاكل، تستثمرهم طاقات ما عندكش بحالها. انا راضي لهذ البلاد لان الاخر ديال البروموسيون هو اللي كيولي الشيف. انا عارفين هذا الشيء، عارفين ان البلاد هذه هذاك لا ميديوكريتي، هذوك الناس اللي يعني لا اللي ما عندهم لا كفاءه لا امانه هما اللي واقعين اللي تحطوا في مواقع ديال القرار. اسيدي اسمح لنا لكم في المسؤوليات، استثمروا الكفاءات ديال هذه البلاد ونهضوا بهذا الاقتصاد ديال البلاد في القطاع الفلاحي، نهضوا بالبحث العلمي. راه الاخوان يخدموا معك غادي يرفعوا الراس ديالك، وانا سيدي انت سيدي انت هو الشيف ما كاين حتى مشكل، ولكن ما يبقاوش جالسين هنايا بلا خدمه. الاخوان ما كيطلبوا الا يشتغلوا وتوفر لهم الظروف ديال العمل اللي تكون في المستوى، بل لان عندهم الكبده على هذه البلاد والكبده على البحث العلمي والكبده على الفلاحه ديالهم باش البلاد ديالنا ترفع الراس ديالها. بالتالي حنا غادي نبقاو بان شعب متعطي الراس، دوله متعطي الراس اللي جا كيحقر. انتهى من هذا الشيء، حتى هذا الشيء حنا ما صنعناش هذا التاريخ ديال بلادنا، شكون بغا يصنعوا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.